أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية محافظة تعز، وباعث الرسالة مستمع من هناك يقول أخوكم عبد الله أحمد. الأخ عبد الله يقول: أنا عائش مع أبي وأخي في منزل واحد، والسؤال هو أن أخي لم يصلي الصلاة كلها، فهو يصلي فرضا واحدا بعض الأوقات وبقية الصلاة لم يصليها، وأحيانا لم يصليها كلها، وكذلك زوجته لا تصلي ولا تصوم، وأنا الآن لا أتكلم معهم ولا آكل معهم، وإني مقاطع لهم لعدم اهتمامهم بالصلاة والصيام، هل أستمر على هذا أم أخرج من بينهم أم ماذا أفعل، حيث قد تم نصحهم ولكن دون جدوى؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. وكل مسلم يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكل مسلم يعلم أنها عمود الإسلام، ولا يجهل مسلم أهمية الصلاة في الإسلام، ولا يتساهل فيها من في قلبه إيمان. قد دلت النصوص على كفره وردته إذا تركها متعمدا ولو لم يكن جاحدا لوجوبها في أصح قولي العلماء. أما من لا يرى وجوبها فهذا لا خلاف في كفره بين أهل العلم. الحاصل أن أمر الصلاة عظيم، ومكانها في الإسلام مكان عظيم، وما ذكره السائل من أن أخاه لا يقيم الصلاة وإن صلى بعض الأوقات فإنه لا يصلي البعض الآخر، وأن زوجته كذلك لا تصلي ولا تصوم، فهؤلاء يعتبرون كفارا. قد قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما دمت قد نصحته وكررت عليه النصيحة ولم يقبل ولم يمتثل، الواجب عليك مقاطعته وهجره والابتعاد عنه ولا تسكن معه. عليك أن تخرج، إن كان البيت له فعليك أن تخرج إلى مسكن آخر، وإن كان البيت لك فأخرجه من بيتك ولا تجتمع معه حتى يؤمن بالله ورسوله ويقيم الصلاة. نعم.